الروح اللي كانوا عليها، والتأهل بهذه الطريقة يجعلنا نصفق لهم بصراحة. يا لها من عودة، عودة من بعيد، قلبوا الطاولة هنا في هذه المباراة. هذه ريمونتادا جديدة، هذه واحدة من أفضل المباريات اللي الكل يحلم مشاهدتها. عندما يظن الكل بأن المباراة قد انتهت، لكن الفريق يرفض الاستسلام، يعود من بعيد. سعدت بصحبتكم في مباراة اليوم سيداتي وسادتي. نهاية اللقاء نشكركم على حسن المتابعة، كان معكم فهد العتيبي. Thank you.